ابراهيم وصلوا عشرة المرسلين. هذا المعهد ديالنا اللي هو مركز تكوين الموردين والموردات والشعبة ديال الترويض، الافتتاح ديالو كان في 2007، من 2007 ل 2008 درنا مجهود جبار باش جات عندنا اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية ودزنا اللي تكون ابل كاليفيكاسيون، من وراها بدينا غادي ندوك الدرجات على حساب التكوين المهني حتى وصلنا للمعتمد، يعني معتمد ماشي في الأولى، تندوزو بزاف المراحل وتجي لجنة التفتيش 4 مرات في العام باش يشوفوا هذا المعهد واش يمكن يكون معتمد ولا لا. فينا المود توفقنا ودزنا 2014 2012 ولينا معتمدين، وهذا الاعتماد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كتابة الدولة في التكوين المهني تتجددو كل 5 سنين من طلب من المدير، تيجيو عندك دوك اللجان تيشوفوا واش المسائل البيداغوجية غادية هي هذيك، واش كاين شوية المعقول خصو يكون المعقول باش يعطوك. فين بحال دابا حاليا جدنا الشعبة، جدنا هاد المهام كلهم في 2018 وعطونا فيها 5 سنين، ملي تيعطيو الإنسان 5 سنين هذا واحد النداء لجميع الإخوة اللي في المدارس ماشي ينعس، هذاك 5 سنين خصو يجتهد يوميا باش تبقى لو كوتي بيداغوجيك غادي في المستوى والمسائل الإدارية غادي في المستوى، باش من دابا 50 يجدو لك تاني بعد اللجان. كاين اللي يقول ما عندي غلط عندي 50 ماشي مشكل عندي، هذا غلط. وزارة التربية الوطنية والتكوين الدولي في التكوين المهني هاد المراكز اللي معتمدة عندها واحد الضربة قانون لي 13/00/13/00، هاد القانون 13/00 فيه بزاف ديال لي زونيتي لا داعي للذكر ديالها هنايا وخصك تطبقها، إلا ما طبقتهاش عندهم الحق يحيدوا ليك لاكريداسيون الاعتماد. أشنو هو الاعتماد؟ هو الإنسان اللي خرج من عندنا من هنا تيكون الدوسي ديالو الدبلوم ديالو معتمد، معناه يقدر يشارك في المباريات ديال الدولة، يقدر يشارك في المباريات ديال القطاع الخاص، يقدر يشارك في القطاع ديال السياجي لي سونتر يونيفرسيتير، هما ديال البكالوريا واللي عندهم الإجازة، اللي عنده غير نيفو يشارك كاع في كاع الامتحانات اللي كاينة، هما اللي عنده غير نيفو باك ما تيشاركش في بعض الامتحانات، ولكن عنده الصلاحية يخدم إما في الكلينيك، إما في سونتر سونتي، إما في طب الشغل في الشركات اللي دار سيدنا هادشي ديال لي زون فرونش اللي دار الملك الغنصرو، هذا بعثنا في قيطرة لا زون فرونش ديال سيدي حيا. هاد الإخوان كل شركة عندها طبيب ديالها ولا جوج، ومطلوب من داك الطبيب ولا جوج يكونوا معاه مساعدين، دونك سوق الشغل مفتوح للجميع على أساس الإنسان خصو يعمر شوية راسو، معناه يجي يكون المواطنة يكون ريغولي في القراية ديالو، يمشي لي ستاج. هاد المعهد عندنا اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة، عندنا اتفاقية شراكة مع السونتر يونيفرسيتير افيسان، عندنا اتفاقية شراكة مع العياشي، عندنا اتفاقية شراكة مع مراكز الصحة كلهم اللي كاين في القطرة، وعندنا اتفاقية شراكة مع لا بوليكلينيك سي ان اس اس، وعندنا اتفاقية شراكة مع بعض الجمعيات جاسوساسيون اسبي سوسيال، مثلا الكرامة، مثلا لامديم، عندهم اتفاقية شراكة باش داك الانسان، وعندنا اتفاقيات مع البيرسوناجي. البيرسوناجي يعني الخيرية، الناس المسنين، علاش درنا معاهم اتفاقية شراكة باش نساعدهم انت هما في دوك الناس اللي مرميين، ماشي مرميين ما عندهم اللي يوقف معاهم، حنا دايرين اتفاقية شراكة تنصيفو للطلبة ديالنا السنة الثانية ولا الثالثة، تيحضروا معاهم في لي سوان، تيحضروا معاهم في لو كوتي بسيكولوجيك، وقت الغداء تيساعدهم، الانسان تيكون مسن ما عنده واحد المشكل عنده غير الله، تيحس براسو ماشي مرمي. دونك اتفاقية الشراكة اللي عندنا هما هادو، وعندنا اتفاقية شراكة مع الإقليم كله، فين ما بغينا تنصيفو الستاجر ديالنا باش نقصو عليه مصاريف ديال السنة الثانية والثالثة، تناخدو ستاج في فوق الأربعة ولا في سيدي سليمان باش نقصو عليه مصاريف السنة الثانية والثالثة. دونك هادو هما اتفاقية الشراكة اللي عندنا في الإقليم، يعني هادشي اللي دايرينو كثير بزاف. وعندنا مع لي كابيني ميديكو ديال الأطباء اللي صحابنا ولا بعض الناس اللي قراو عندنا وحاليا الترويض، تنصيفط لهم بالستاجر ديالنا تيشوف اش طاري في المستشفى، واخا تكون الامكانيات ضعيفه في المستشفى، لكن تيكون التكوين ديالو في هذه المراكز هذه. هادو هما اتفاقيه الشراكه، ولا الستاج تناخذهم على حسابنا وتنديروا لاسيرونس ديالهم انديفيديوال، ماشي بحال بعض الناس تيديروا داك الشيء ديال التحضيري. عندنا لاسيرونس انديفيديوال وهو كل انسان لاسيرونس ديالو، ما نديرش دعايه للشركه فاش دايرين، الا مات داك الانسان عنده 50000 درهم في العزاء ديالو، إذا طرات لي حالة مستدامة عنده 50000 درهم ديالو، إذا مرض العام كله عنده الدواء ديالو يدفعو لاسيرونس باش ما نقول السمية ديالها في حدود 10000 درهم. دونك عندنا كاع الوسائل ديال الضمانات، ماشي تنجددو الفلوس باش نديرو جملة، تنخلصو لاسيرونس انديفيديوال. هذه ربما ميزة عندنا في الإقليم. شكون تيقرا عندنا في هذا الإقليم؟
تيجيونا الناس من سوق الأرباع، من عرباوة، من تازي، من بلقصيري، من سيدي سليمان، من سيدي يحيى، من تفلت، من تفلت، يعني الطبقة المتوسطة، إما أستاذ، إما معلم، إما تاجر، إما شيفور، إما سو كيف تناخذوا بالجانب الإنساني والجانب الاجتماعي في المصاريف ديال التسجيل، تنديروا واحد الدرجة ديكسو لهاد الناس اللي مثلها رجلها، اللي شي إنسان اللي ما عندوش يوقف معاه، تنحيدوا واحد النسبة مئوية في المصاريف ديال التسجيل. اللي مطلوب عندنا هنا وهو كل طالب تنديروا ليه الملف ديالو، وتيسي معنا واحد ميثاق الشرف، تيسني تيوقعوا، أشنو فيه؟ ما له وما علينا، ما له يحضر لي كور ديالو، ما يمنكش، يمشي للستاجيرو، يكون مأدب، يسول في القسم، يدير البلوزة ديالو، باش يكون كل شيء. اللي عليه يأدي الواجبات ديالو، ويصاب رابور ستاج آخر شهر. يعني كاين شويه ديال الصرامه، بين قوسين الصرامه، في صالح التلميذ، في صالح الطالب، باش يتكون مزيان. كاين الله يهدي بعض الناس في هذا النهار اللي ما عنده غرض قرا ولا لا يقرا، كاين مدارس في الجانب ما عنده غرض، حنا لا، تيقول لك مدرسه معتمده مزيانه، ولكن المدير واعر راه ماشي واعر، باغي لك عام صحتك باش تكون مزيان وتخرج في المستوى، الله يسهل لك سوق الشغل موجود، ولكن انت تكون سيليكسيون، معنى الا كانت سيليكسيون خصك تكون من الاولين، معنى خصك تكون المواطنه عندك، اما ماشي تخلصنا ولا تجيش، تكونوا شويه في الصرامه في الجانب الانساني ديالك باش تخرج وانت انسان مكون مزيان. هذا هو بصفه عامه. تيبقى لنا في ميادين التكوين المهني، كاين بعض المشاكل، دابا سيدنا الله ينصرو تينا ديب التكوين، مع الاسف الشديد كاين بعض الناس سامحهم الله وكاينه في الجريده الرسميه الامتحان ديال الدوله تيشاركوا الناس ديالنا وما تيصيفطوش لهم الكونفوكاسيون، تنخدموا مع القطاع الخاص 100%، وهذا غير قانوني، لا لوا 13-00 يستيبول باش الدري معتمد يشارك في المباراه، تقول في المغرب تكافؤ الفرص، تيقرا مزيان الله يسهل عليه يدوز مباراه بحال الناس، ما نجحش راه ما نجحش، ولكن باش يقصوهم لا، وكاينه في الجريده الرسميه. الفكره الثانيه، هذا الميدان ديال كتابه الدوله في التكوين المهني ممتاز، تيخص البرامج تحين شويه، تيخص البرامج تحين، مثلا ديال الدوله تنخدموا حنا بحال المراكز اللي عندنا ديال الدوله، ولكن ديال اداره التكوين المهني دير واحد المجهود يخرجوا دي موديل خاصين بهذا التكوين، حنا دابا تنخدموا بالكيد شويه ديباسي، تنقريو الناس على حساب اللي تيقريو ديال الدوله، ولكن قوت لابابراس، قوت الكارت بلا نفع، خص الجهات ديال كتابه الدوله في التربيه الوطنيه باش يشاركوا هاد الناس، يبدلوا لي موديل شويه، يحينوا الوقت، هذا اللي يمكن نقول. وحنا في الجمعيه ديالنا عندنا واحد الجمعيه اللي انا عضو فيها، اللي هي الجمعيه المغربيه للمعاهد الخاصه بالتكوين الشبه الطبي، اسوسياسيون ماروكان دي زانستيتي بريفي دو فورماسيون باراميديكال، انا عضو في الجمعيه على الصعيد الوطني، تنحاولوا قبل ما تلغى هذا المشكل ديال الباك سيونس للترويد، كان غلط، صوتوا عليه في البرلمان، صوتوا عليه في البرلمان في جويي، الباكالوريا سيونس ولا ما يقراش دري، والتكوين المهني اعلى سلطه في البلاد اللي هو سيدنا الله ينصرو، تقول لك ساعدوا الناس في التكوين، ماشي نحزهم، مع الاسف الشديد هذاك المشروع اللي فيه رقم 2/12/380 دات في اكتوبر 2012، وكانوا تيقولوا بلي غادي نبدلوا كذا كذا، في الاخر دات البرلمان صوتوا كلهم الا واحد الحزب معين لدى الذكر ديالو اللي انا تنتمي ليه، دار الامتناع وخرج هذاك المرسوم المشؤوم، تنقول لان التكوين ديال الترويد اللي ما عندوش الماكسيونس ما يديرهاش، دونك تنقصي واحد الفئه معينه من الشباب، فين يمشيو هاد الناس؟ الا ما دارش التكوين فين يمشي؟ ولا دار هذه لا اله الا الله محمد رسول الله، الطالب تيخلص فلوسه، يعني الدوله ما تتخسر حتى ريال، هاد الطالب والديه تيتكلفوا ويتسلفوا باش يقريوه، علاش؟ باش يلقى سوق الشغل، ماشي باش نقصيوه. دونك كاين تناقض، خص وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي تسمح لهاد الناس بلا ليسونس بروفيسيونيل كما دايرين في ديال الدوله، دابا عنده السيد عنده البكالوريا، كاين اللي عنده الاجازه، كاين اللي عنده وتيقرا وما عندوش الحق لا ليسونس بروفيسيونيل، هذا غلط. حنا في الجمعيه ديالنا قدمنا واحد المشروع قانون، تنقولوا كيفاش نشوفوا لا ريفورم ديال لوا 13-00، لا ريفورم ديال لوا 13-00 تنجهدوا عليها في المكتب الوطني ديالنا باش ندافعوا عليها بالاخوان باش يشاركوا في سوق الشغل.